الآن معنا من باريس عبر الهاتف الدكتور حسان القبية، الكاتب والباحث السياسي. سيد حسان، ما بين حلف الناتو والتصريحات التي خرجت مساء اليوم من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، وأيضا تبع ذلك تصريحات من قبل جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض من ناحية أخرى التصريحات الروسية، كيف يمكن توصيف المشهد الآن بين التصعيد من جهة الغرب وأيضا التراجع روسيا في بعض التصريحات؟ يعني ممكن بعد اجتماعات الناتو اليوم وتصريح البيت الأبيض يمكن اعتبار أن اليوم الغرب ما زال حتى ونحن اليوم يعني في آخر ساعات يوم 16 ما زال الغرب ينتظر أو حتى يبدي تخوفه من إمكانية اجتياح روسي، بالرغم أن روسيا سحبت جزءا من جنودها بداية أن المناورات العسكرية انتهت، وهي مناورات تكتيكية واستراتيجية لأكثر وليست هناك عينية، ولكن حتى الغرب وبالرغم حتى من لقاءات بوتين مع المستشار الألماني يوم أمس، ولكن الغرب ما زالوا ممكن عنصر المباغتة من الرئيس فلاديمير بوتين عودنا ممكن بذلك في الشيشان الأول والثاني في جورجيا خاصة في القرم. لذلك نعتقد أن المسارات ما زالت مفتوحة، مسار دبلوماسي ما زال قائما. حتى الناتو في تصريحات سابقة قال يمكن غلق الباب، يعني تراجع قليلا عن سياسة الأبواب المفتوحة لإعطاء أكثر للدبلوماسية، وقت أكثر للدبلوماسية حتى تتمكن هذه الدبلوماسية من فض النزاعات. مسار عسكري انطلق كذلك في بحر الأسبوع الفارط بين سيرجي شيغو وزير الدفاع الروسي ونظيره بن والاس البريطاني. نعتقد أن هناك محادثات عسكرية أكثر في قادم الأيام مع المسار الدبلوماسي ومسار اقتصادي تجنيب أوروبا وتجنيب روسيا خسائر فاتحة. ربما اليوم ممكن البيت الأبيض كالعادة دعنا نقول أن الغرب منقسم على جزئين، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة، يعني ممكن بلغة دبلوماسية شديدة وحتى تخوفات أكبر ممكن وصفها سيرجي لافروف بالتهويل، وشق ثاني تقوده فرنسا من خلفها ألمانيا يريدون حقيقة يعني تهدئة الأمور، أعطاء وقت أكثر. نعتقد أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لن تكون في سنة أو حتى في سنتين في الأيام القادمة. ممكن هذا يعطي تطمينات أكثر، وهذا ممكن ما أكده ونفهم ممكن خمس ساعات بين بوتين وماكرون في الأسبوع الفارط ماذا دار الحديث. نعتقد أن نبدأ نفهم من هنا مع ما خرج اليوم من حلف شمال الأطلسي ومن تصريح أمين عام حلف شمال الأطلسي أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والتوسع الشرقي للأطلسي لن يكون بين ليلة وضحاها. التصريحات هذه سيد حسان، ما زلنا نرى مزيدا من الحشود العسكرية الروسية واحتمال الغزو الروسي لأوكرانيا ما زال قائما، ما دلالتها، ما تفسيرها على صعيد سياسي وميداني، وهل نحن أقرب من وجهة نظرك إلى الحل الدبلوماسي، الحل السياسي الذي يمكن أن يرضي روسيا والغرب، أم أن الأمور يمكن في أي لحظة أن تتفجر؟ بالنسبة للحشود العسكرية الموجودة، دعنا نذكر أن الحشود موجودة على ثلاثة جبهات، موجودة من ناحية أولى في الحدود الغربية لروسيا مع الحدود الشرقية لأوكرانيا، يعني على حدود أقليم الدونباس، موجودة في البحر الأسود وأقليم القرم، قوات بحرية، وكذلك 100,000 جندي روسي في مناورات عسكرية جنوب بيلاروسيا مع الحدود الشمالية لأوكرانيا. نحن نعتقد حقيقة حتى ما بالرغم من تصريحات جون إيف لدريون الذي قال أن كل أمور باتت وشيكة لأن يحدث شيء ما، ولكن هل هذه القوات كلها التي اليوم ترابط على الحدود من ثلاثة جهات قادرة على اجتياح كامل أوكرانيا؟ لا نعتقد. نعتقد حقيقة أنه لو وقع أي شيء ممكن انزلاق في إقليم الدونباس يؤدي إلى عملية عسكرية نوعية وخاطفة مثل عملية القرم، مع ممكن تنسيق مع الانفصاليين الروس الذين متواجدين، لكن عملية عسكرية شاملة لا نعتقد أن القوات اليوم التي تناور. تعرفون بوتين حرك بعض القوات ارتجفت كل أوروبا، ماذا لو حرك كل الجيش الروسي كما حدث في 2015 في سوريا؟ يعني هناك قوات مرابطة صحيح. هل هو من باب الإرهاب سيد حسان كما أشارت التصريحات اليوم للناتو؟ إرهاب ليس إرهاب، استعمال كلمة إرهاب كبيرة، تعرفون الإرهاب يعني لا، هذه جيوش نظامية تتحرك لحماية مصالح ممكن للتخويف، التخويف أكثر. أنا أريد استعمال كلمة التخويف
أكثر من كلمة الإرهاب. ولكن الناتو اليوم استخدم مصطلح إرهاب، روسيا تسعى لإرهاب أوروبا حتى يتم القبول بمطالب روسيا. هذه اللغة أيضا التصعيدية من قبل الناتو تبعناها بكل تأكيد. يعني سيد حسان، حسابات قديمة، ممكن دعنا نقول، أن نقول الحقيقة، يعني سيرجي شايغو اليوم في سوريا، يعرفون الجميع أن لولا روسيا وبوتين لكان داعش اليوم يحكم في سوريا كاملة، ونزول الجيش الروسي هناك خلط المعاملة بالرغم من تواجد قوات تحالف للناتو. لا، كلمة إرهاب حقيقة كلمة فيها كثير من المغالاة، وأنا كمحايد للحقيقة وكمحلل محايد من جميع الأطراف، روسيا تخوف الغرب صحيح، ولكن ترهب وإرهاب، أنا حقيقة هذه الكلمة لا أريد استعملها حقيقة. بالنسبة للجانب الروسي، روسيا حاربت الإرهاب وانتصرت على الإرهاب في العديد من الدول في العالم، نعرف من زرع الإرهاب. لا أريد أن أعود قليلا إلى سنة 2011، بالرغم أن ما يقع في أوكرانيا هو امتداد للأنبوب القطري الذي فشلت في تمريره من سوريا في 2011 للغاز. كل الماركة سيدي الكريم ماركة جيوستراتيجية اقتصادية بالأساس، مسار دبلوماسي انطلق، مسار عسكري انطلق، هناك مسار مهم ومهم جدا لاحظناها الأمس بين المستشار الألماني والرئيس الروسي، أساسه بالأساس الغاز والاقتصاد. في تقدير الشخصي ماركة جيوستراتيجية، نظام عالمي بصدد التشكل، خرجنا من تقريبا حرب عالمية كوفيد أنهك كل العالم. كوفيد كان بمثابة حرب العالمية، العالم الآن ليس بمقدور دخول في حرب. سيد حسن، ختاما الملخص لما جرى ويجري وسيجري أيضا ما هو؟ يعني نعتقد أن بالنسبة للروس يريدون حرب دبلوماسية، حرب مناورات، حرب اقتصادية، ولكن لا يريدون حرب عسكرية. في تقدير الشخصي الروس يريدون تحصيل العديد من المغانم، أولها اتفاق 1997 الذي لم يحلبن مع الناتو، الذي لم يحترمه لا الناتو والغرب، وتمدد الناتو شرقا حتى يعني وصل اليوم آخر القلاع هي أوكرانيا. لا يريد أن تكون أوكرانيا في الناتو، هذه مسألة قضية مسألة أمن قومي روسي. فلاديمير بوتين قرأ بصريح العبارة، صواريخ الناتو اليوم بين 15 و18 دقيقة على عمق الروسي، مع أوكرانيا سوف تصبح المسافة 7-8 دقائق. هذه النقطة الأولى، الأمن القومي الاستراتيجي. النقطة الثانية، هناك مكاسب اقتصادية مع نورد ستريم 2، استثمار ب10 مليون دولار بين ألمانيا وروسيا، يريد كذلك المحافظة على نصيبه بالنسبة للغاز الذي يصل من روسيا. أشكرك جزيل الشكر، وصلت الفكرة. الدكتور حسان القبي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من باريس.